بسم الاب والابن والروح القدس الواحد امين. لازلنا نتامل في البركات الكبيره اللي ربنا اعطاها لنا بوجود البابا شنودة رئيس الكنيسه. فالاسئله حول البطاركه او البطرك، والموضوع اليوم برضه هيكون عن هذا الموضوع. فعاوز اسال، مين اول اسقف رسمه قداسه البابا شنودة؟ أول أسقف رسمه قداسة البابا شنودة. الهدايا النهارده الصورة الكبيرة بتاعت سيدنا، هتشجعوا شوية في الإجابة. أول أسقف رسم البابا شنودة. زي ما حد شبع من الأبرشية بتاعت أول أسقف رسم البابا شنودة. اتفضل. أي لا عشان بتدرس. نعم لا أما يؤنس، تفضل. أما يؤنس اللي تنيح الأسبوع الماضي، كان أول أسقف رسم قداسة البابا شنودة في آخر سنة 71. مين آخر كاهن رسم البابا شنودة الأمريكا؟ لا ما تتسرعوش في الإجابة، نعرف هتقول إيه ودي مش صح. ما تتسرعوش في الإجابة. آخر كاهن رسم البابا شنودة للكنيسة. نعم. لا. أبونا أنطونيوس إزاي بقى؟ آخر كاهن. مش أبونا أنطونيوس مين؟ أبونا أنطونيوس كوينز، ومعاه واحد تاني. اتفضلي، في واحد تاني معاه. هما اتنين كانوا مع بعض، بس ابونا انطونيوس كان نمرة واحد. ابونا انطونيوس كوينز، انا بحسب ابونا انطونيوس العجوز. مين التاني؟ من هما الاتنين اترسموا مع بعض، ابونا انطونيوس اللي في كوينز، والتاني ابونا نعم شنو ده ايه؟ شنو ده غطاس في نورث كارولاينا. تفضلي. صلى عندنا هنا مره يوم اربعة. ابونا شنودة غطاس في رالي في نورث كارولاينا. تفضلي. البابا شنودة كان في دير ايه قبل ما يرسم اسقف في بطرك؟ كان في دير ايه؟ ام انطونيوس، ام بابشوي، في دير ايه؟ دير مين؟ لا بس عاوزين بقى سؤالين بس وبعدين نبطل الاسئله. نعم ام بنطلس. لا كان في دير، اللي يقول كده بعد دلوقتي هيبقى هتجيبوا الاديوره كلها بالطريقه دي. نعم دير السريان. اتفضلي. ام بشنودة ترهب في دير السريان، صحيح هو بيعتني دلوقتي بدير الأنبا شنود أنبا بشوي، لكن هو تراها في دير السريان. شكرا. تفضل. مين البطرك اللي قضى أكبر مدة على الكرسي البطريركي؟ بطرك اللي قضى أكبر مدة، أكثر سنوات على كرسي البطريركي. من فضلكم ما حدش يتكلم غير لما نتفق مع بعض على الكلام. أم يؤنس غلط. البطرك اللي قضى أكبر مدة على كرسي البطريرك. نعم. أم أثناس الرسول. لا في أكبر منه، في أكثر منه. ومرة قلت لكم دي في العيد أظن اللي فات على البابا. طيب يا وهيب قول. الأنبا كيرلس الخامس قعد 52 سنة بطريرك على الكرازة المقدسة. تفضل يا وليد. طيب في سؤال ذهن اللي جاي لكم، الله معك. مين البطرك اللي كانت شغلته تصليح الأحذية؟ البطرك، لا ما تقولش عين. البطرك اللي كانت شغلته يصلح أحذية. واحد كان شغلته كده، مشهور في الكنيسة أوي. نعم أنيانوس اللي هو جه بعد الأنبا مرقس
امبامروس لما دخل مصر دخل المخرز في ايد انيانوس ودخل. اتفضل. الله معك. مين البطرك اللي كان تاجر؟ ليه بس ما حدش يتكلم؟ تخلينا نسمع بعضينا. مين البطرك اللي كان تاجر؟ تاجر ولا هو راجل طيب ونفع بطرك؟ بطرك كبير كان تاجر. نعم. انبصر ابو امون ما عندناش بطرك اسمه انبصر ابو امون، ما جاش الاسم ده في البطل خالص. كان تاجر. مين يا وهي؟ اهو كده انبا ابراهام بن زرع السبياني اللي على ايامه اتنقل جبل موت. تعالى يا ولدي معلش اديها لواحد صح. الله معك. مين البطلك اللي كان فلاح؟ في بطلك كانت شغلته الفلاح. نعم. أما ديمتريوس الكرام، تفضل 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 خد صورة للباب. أما ديمتريوس الكرام كان مزارع ولقى عنقود عنب في غير أوانه. الله معك. في عندنا بطرك سلام اضطهد حتى كسرت أسنانه. مين ده؟ مين بطرك اللي عندنا اللي كسروا أسنانه؟ نعم البابا ديسخورس. اتفضل. البابا ديسخورس لما كان في المجمع خلقيدونيا وقاموا عليه الناس الغربيين وكسروا أسنانه ونتفوا شعر لحيته. سلام. مين البطرك اللي مكث اقل مده على كرسي البطريرك؟ احنا قلنا اكثر مده كانت 52 سنه. اقل مده البطرك اللي قعد اقل مده على كرسي السكندري. نعم. لا بابا كرولوس برضو قعد معانا مده كويسه. اقل مده. قول. طيب. لا لا ها لا ده قعد مده كذا سنه كويسين. لا اللي يعرف من فضلك اتفقنا اللي يعرف يديني فكره بس. نعم. لا لا احنا بنقول بطرك. بطرك اللي قعد اقل مده وكان له قصه في تاريخ الكنيسه عن الموضوع ده. نعم. لا 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 ما يسبتني قعد شويه برضه. نعم. ايوه صبحي. لا برضه هو صحيح سنه ونص لكن في اقل منه. في اقل منه. في تاريخ الكنيسة كانت بدعة أريوس طلعت على عهد البطرك البابا بطرس السادس عشر السابع عشر. فلما تنيح كان له تلميذ اسمه أرشيلاوس رسموه بطرك بعده والبابا بطرس وصاه قال له أريوس ده قسم الكنيسة ما تقبلوش في الكنيسة. لكن في ناس قعدوا يتحايلوا على أرشيلاوس لغاية لما كاد أن يقبل أريوس في الكنيسة. بيقول تاريخ الكنيسة وكانت نتيجة كده إن هو لم يمكس على الكرسي زيادة عن ست أشهر وتنيح بعد ذلك. اسمه الأنبا أرشيلاوس. جه بعدين الأنبا ألكسندروس اللي هو كان تلميذ البابا أثناسيوس. حد يقدر يقول لي متوسط بقاء البطرك القبطي على الكرسي كم سنة؟ يعني متوسط تقريبا كده. متوسطهم كام؟ في ناس قعدوا 50 وناس قعدوا 10 تقريبا. دي عاوزه حاجه حسابيه خالص يعني مش عاوزه حاجه تاريخ كنيسه ولا حاجه. انا عاوز اللي يقول لي ما نتفق بقى مره ثانيه على ان اللي جاوب كده زي ما يكون له غرامه.
متوسط عملية حسابية، كام بطرك وكام سنة ونقسم دي على دي، مش كده؟ يبقى متوسط بقاء البطرك القبطي الأرثوذكسي على الكرسي كان كام سنة؟ دي أصل هنوصل منها لنتيجة يعني معقولة تقريبا. كام؟ جبتها منين ال20؟ قسمت كام؟ 18 بطرك؟ لا ده أكتر من كده كتير. تفضل. لا أكتر من كده. لا احنا حاسبينها كويس، احنا عارفينها كويس، احنا عارفين اول بطرك جالنا سنة كام مرقس الرسول، وعارفين اخر بطرك مات امتى سنة 71، عارفينها دي، وعارفين كام بطرك في البندلت، فدي قسمتها مظبوطة تمام. ايوه يا جورج، جبتها ازاي؟ مش 80، 1900 وكام؟ مرقس الرسول جالنا سنة 60 تقريبا، يبقى 1920 على كام؟ طلعت كام؟ طلعت كام؟ طلعت 16 سنة ونص. تفضل يا جورج، برضه أنت بذلت مجهود في الموضوع. طلعت 16 سنة ونص متوسط بقاء البطرك المصري على الكرسي. بالمناسبة دي اتفضل، أحب أقول لكم متوسط بقاء البطرك بابا روما على الكرسي. في دلوقتي 251 بطرك رومي، احنا عندنا 117 بطرك بشنودة، 117. فمتوسط بقاء البطرك بتاع بابا كام؟ البابا روما كام تقريبا؟ تحسبوها دي برضه 7.5 تقريبا، 7 سنين ونص. والسبب في كده ان البطاركه بتوعنا طالعين من الاديره متقشفين، فكان سنهم بيبقى اكتر، وكان قعدهم في الخدمه بيبقى لمده اطول. البطرك عندنا متوسط الكرازة بتاعته 16، وعند الكاثوليك 7 سنين فقط، تدي فكرة معقولة عن هذا الموضوع. طيب مين البطرك اللي دخل الأرثوذكسية أو المسيحية لإثيوبيا؟ في بطرك من البطاركة بتوعنا هو اللي دخل المسيحية للحبشة. مين؟ مين يا عم شفيق؟ لا واحد تاني يا عم شفيق، اللي دخل المسيحية خالص من الأصل من زمان، دي الحبشة دي تبعنا بقى لها 15 قرن. أيوة كمال. لا 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 لا, لا يا عم، ربنا يبارك فيك. لا مين عندنا هنا دارخيز تاريخ الكنيسة وعارفين مين اللي دخل، اللي بعت ناس، وبعت واحد اسمه فرومانتيوس الأسقف إلى الحبشة. يبقى انتوا عاوزين جنب قراية الإنجيل تقروا تاريخ الكنيسة. نعم. أيوة مين البطرك اللي على أيام حصل الحكاية دي؟ ده سؤالي، مين البطرك اللي حصل سؤال الحكاية دي؟ أثناسيوس الرسولي. تفضل. قديس أثناسيوس الرسولي على أيامه بعت وبشر في الحبشة، ومن ساعتها الحبشة لغاية عهد قريب كانت تملي تاخد أسقفتها من عندنا. طيب مين البطرك اللي بيسموه في تاريخ الكنيسة عمود الدين من بطركتنا؟ عمود الدين. نعم. أما كرولوس الايه الاول اللي هو البطرك 24. تفضل تفضل. الاولاد قليلين النهارده. شكرا، الله يبارك لك انت. طب مين البطرك اللي اترسم قبل سنه ما يوصل 30 سنه؟ بطرك اترسم قبل سنه ما يوصل لل 30 سنه كمان، القديس أثناسيوس الرسولي. في بطرك تاني كنت قلته لكم مره كده برضو اقل من 30. تفضل كمان. البطرك الأم كرولوس اللي هو عمود الدين برضو اترسم في سن صغير. شكرا. مين البطرك اللي كان متزوج؟ مين البطرك اللي كان متزوج؟ لا يا نبيل.
البابا ديمتريوس الكرام اتفضل. كان متزوج لما كانوا عايشين ببتولية مع بعض، وأظهروا دي بمعجزة كبيرة. اتفضل. السلام. ومين البطرك اللي بيسموه حامل إيمان؟ في بطرك بيسموه في تاريخ الكنيسة عندنا وعند كل الكنيسة حامل إيمان القويم. نعم. مين؟ ديسقورس. لا، ما بدلوش التسمية دي. صح، هو كان يعني مجاهد عن الإيمان لكن ما بدلوش التسمية دي. تفضل. أما أثناسيوس الرسولي، تفضل. قديس أثناسيوس الرسولي مشهور في كل العالم بأنه حامل إيمان، لأن هو اللي واقف قدام بدعة أريوس. والبطرك اللي مات شهيد بقى كان اسمه إيه؟ البطرك اللي مات شهيد. تفضل. تفضل. بطرك اللي مات شهيد. بطرس خاتم الشهداء، اللي هو ترتيبه كان في البطاركة. انا مش قلته دلوقتي قبل ما اقول ارشيلاوس وحاجات دي، قلت لبطرس 17. اتفضل. اتفضل. معلش، ما انت هتديها الحق، ما انت هتديها الحق. في ناس عايزين. وقلنا دلوقتي عن البطرك اللي على ايامه اتنقل جبل المقطم. مش الاخ وهيب قال لنا على الحكايه دي؟ البطرك اللي على ايامه اتنقل جبل المقطم مين؟ نعم، لامبا برام السوريان. اتفضلي. انتوا بتنسوا الاوام ليه الكلام اللي بيتقال؟ سلام، الله معك. بالنسبه للاولاد في سؤالين ثلاثه كويسين برضو ياخدوا صوره من الكبار دي. Why do we love Pope Shenouda؟ ليه بنحب البابا شنودة؟ يعني احنا بنحبه اكتر من مثلا الناس الثانيين بيحبوا البابوات بتاعتهم. ليه؟ ليه يا جتينا؟ سي قولي. طيب بلاش تقولي دلوقتي. نعم، بقول كده عشان اسمع. مش فاهم. He has more blessings. عاوز تقول كده؟ وايه كمان بتحبه؟ بس عشان blessings ولا عشان حاجه تانية؟ He loves God. ها، كم حاجه كده كويسين عشان الصورة تبقى مظبوط. وبياخد باله من الكنائس، بيرسم لنا أسس ومطرنا، بيدافع عن الكنيسة. يا أوكي، تعال خد زي بعض تمشي معاك دي. Who is the boss of Pope Shenouda? Who is the boss of Pope Shenouda? مين الرئيس بتاع البابا شنودة؟ ها؟ جد، ما عندناش حاجة اسمها واحد يرأس على الباب، هو نائب المسيح على الأرض. How many Coptic popes are named Shenouda؟ فيش أولاد عندنا تانيين ولا إيه؟ فين؟ يا ثري، يا عشان كده بنسميه البابا شنودة الثالث كمان. How many churches did Pope Shenouda initiate in New Jersey and New York? Thank you. How many churches are initiated by Pope Shenouda in New Jersey State and New York State? عندوها كويس كده قولوا لي.
احنا عاوزين الكيدز دول، عاوزين الكيدز يجاوبوا علينا في الحكايه دي. في كام كنيسه في نيوجيرسي، ولايه نيوجيرسي، وكام كنيسه في ولايه نيويورك؟ طب قول. لا 6 او 7 كان قول قولهم قولهم. ها مارجرجس فين؟ مارجرجس دي على بقى على عهد البابا شنودة فعلا سنة 75. طب امال ازاي انت عرفت انهم ستة؟ لا انت انت جبت الستة دي هبهزر ده كده جس ده. لا ما ينفعش الجسم، عاوزين حاجة صح كده. في نيوجيرسي عندنا كم كنيسة؟ نخلي الكبار بقى يشاركوا معانا. في عندنا في ثلاث كنائس في نيوجيرسي، بس كنيسة سان مارك معمولة قبل البابا ما يترس، فبيبقى في اثنين في نيوجيرسي وكام في نيويورك؟ and 4 in New York. كل الأربعة اللي في نيويورك معمولين على عهد البابا شنود. How many years was Pope Shenouda Pope? How are the years of Pope Shenouda in the hierarchy? قعد كم سنة البابا شنودة دلوقتي؟ فين الكيدز بتوعنا؟ لا لسه ما خلاص خلصت الكيدز انت. نعم 16 years. تعال خد صورة زي بعض تمشي معاك دي. نفخ السفر الاعتراف على يد ابينا الكاهن. واحد بيسال بابا سولا بيقول له اديني فكره عن ضروره الاعتراف ومكتوب فين في الانجيل وليه نعترف على الاب الكاهن. في العهد القديم
وهو يوحنا المعمدان يقول الكتاب في متى 3 آية 6 واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم وحافظ ذلك ان العهد القديم من اول الاخر فيه اعترافات على الاباء الكهنة مقرين ومخبرين بأفعاله
كان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم. وفي رسالة يعقوب يقول اعترفوا بعضكم على بعض بالذلات، يعني بشر على بشر، مش مجرد اعتراف بشر على ربنا، لا بشر على بشر. اعترفوا بعضكم على بعض بالذلات. والقديس أغسطينوس قال بعضكم على بعض، يعني العلمانيين على الكهنة. إذا في وصايا في العهد القديم ووصايا في العهد الجديد، وممارسة هذا السر في العهد القديم وممارسته في العهد الجديد. يبقى بعد كده مغفرة الخطايا، لأن في إنسان يقول إزاي الكاهن يغفر الخطايا ولا يغفر الخطايا إلا الله وحده. نقول له أيضا عندما يغفر الكاهن الخطايا بيغفرها الله وحده، بيغفرها الروح القدس، روح الله وحده الموجود في الكاهن. ببساطة كلامه بيدي شرح جميل ومبسط ولطيف للحقائق الدينية بتاعتنا. عاوزين نقول كلمات مختصرة دلوقتي عن سيدنا البابا، فأبونا يبتدي لنا بالموضوع ده. تفضل. تمتعتش بقداسة البابا لما كان في كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا. اللي يعرف عنه أكتر هو طبعا أبونا أنطونيوس، لأن سيدنا البابا لما راح الدير كان عمري حوالي سنة. لكن طبعا من الجو المحيط دايما كنا نسمع عن الأستاذ نظير جيد أو أبونا أنطونيوس السورياني. أتذكر أن أول لقاء أشوف فيه سيدنا بعد لما بقى أسقف وجه يزور كنيسة الأنبا أنطونيوس في شبرا، وكنت أنا طفل صغير، وساعتها كان في عيد الأنبا أنطونيوس. ففي أثناء العيد كنا
علموني مديحة في كنيسة الأبكار اللي هو مؤلفها سيدنا البابا، فقلتها قدامه. فبعد لما خلص الاحتفال كانوا عاملين قعدة خاصة للأنبا شنودة وأسقف التعليم وقت كده، فسيدنا أفتكر إن هو أخدني كده في تحت باطه وقعدني جنبه، وكان بيقشر، كان في موز واستفندي، وكان بيقشر ويديني وأنا قاعد جنبه مبسوط خالص كده بالفرصة الحلوة دي. بعد كده كان الدعي الأنبا شنودة هو أسقف التعليم إنه يعمل قداس في كنيسة بنطونيس، وبعدين أنا روحت حضرت، وبعدين سمعت إن فيه رسامة شمامسة هيعملها، فقلت طب أنا أترسم شماس، كنت صغير يعني، فقالوا لأ اللي هيترسم شماس لازم يروح ياخد موافقة والديه. طبعا كان ده كان قداس أول يوم، يوم حد كان الرسامة دي في قداس أول يوم حد، فجريت على البيت بسرعة عشان أقول لبابا وماما إن في رسامة وأنا عايز أترسم شماس، فقالوا لأ أنت صغير على المسؤولية كده وما يصحش، فاتضايقت أوي ورجعت الكنيسة وقيت مستني. أتذكر إن سيدنا كان يمكن بعد رسامته على طول يعني حوالي سنة 62، فأول لما جه علشان يرسم شمامسة فجابوا له طوابير كتيرة منهم ناس كبار وناس صغيرين، فأتذكر كلمته بالحرف الواحد إن هو قال أنا أقبل التراب اللي يسير عليه هؤلاء الأطفال الصغار، لكن مسؤولية الشموسية هم ما يقدروش يفهموها وما يقدروش يقدروا كرامة هذه الرتبة. وقعد يشرح ازاي الاغنسطس القارئ ان هو لازم يكون يحسن قراءة الكتب المقدسة ويفسرها، وقعد يقول يعني كلام حلو خالص عن الرسامات، وانا كنت طبعا قاعد اسمع فانبسطت جدا بالكلام ده لانه حسيت ان هذا الاب راجل حقاني، طبعا بعقلية الطفولة ان هو راجل حقاني وما بيديش درجة إلا في المناخ المناسب ليه. وبعدين بصيت لقيت تقليد جميل جدا، ابتدى ان هو يقول مين هيكون مسؤول عن رسامة الناس الكبار، بقى الصغيرين مش هيرسمهم لان هم ما ينفعوش في الحكاية دي لرتبة اغنسطس، اما الناس الكبار فابتدى افتكر ان الدكتور ايميل ماهر كان هو المسؤول عن الشمس في الوقت ده، كل واحد هيجي يترسم اغنسطس يقوم ضارب عنه مطاني، فكان تقليد جميل دخل يعني في ذهني. وحسيت ان بعد كده سيدنا دخل طقس رسامة الابسالتوس وهو غير اقل من الاغنسطس علشان الاطفال الصغيرين دول يقدروا برضك يلبسوا التونية ويقدروا ان هما يمارسوا الالحان وكده، انما قداس البابا هو اللي احياه في الوقت الحالي، ما كانش محي يعني، هي درجة موجودة قداس البابا هو اللي احياها علشان رسامة الاطفال الصغيرين تكون معقولة، ما يقدرش يديهم رتبة اغنسطس ايقال. افتكر برضك ان انا كنت دايما احب اروح احضر العظات بتاعته في كلود بي، كل ده في أيام وهو أسقف التعليم، وكتير من العظات ما زال ترن في وداني لغاية دلوقتي، فكان كلماته بيفهمها الكبير ويفهمها الصغير، ودي ميزة مش موجودة في أي وعظ يعني. لغاية دلوقتي أفتكر وأنا في ذلك السن الصغير ازاي لما سيدنا كان مثلا بيفسر مزمور من الاعماق صرخت اليك يا رب، ويقول من اعماق الخطية صرخت اليك يا رب،
فكان العظات بتاعته دايما أو ما زالت سلسة، يفهمها الصغير بطريقته الخاصة ويفهمها الكبير بطريقته الخاصة. لما حطيت في قلبي ان انا ما ترسمش غير من سيدنا الانبا شنودة، لان هو ده راجل حقاني ويبقى يعني مش هكون مطمن في موضوع رسامة الشماس، لكن كنت ابتديت احفظ الحان وتسبيحة، وفي كنيسة بطونس كان عليا ضغط كبير ان انا اترسم شماس، وانا اقول لهم لا انا مش هترسم غير من عند من ايدين سيد الانبا شنودة. وبعدين كان فيه في دير طموه في مصر في عيد ابو سفين، وابونا بطرس الجوهري اللي هو راعي كنيسة الانبا انطونيوس في ذلك الوقت اخذ مجموعة كبيرة من الشباب علشان يرسمهم شمامسة في دير طموه، وقالوا لي لازم تيجي بقى تترسم شماس، وانا اقول لهم لا انا عايز اترسم من ايدين الانبا شنودة. وكان اللي هيرسم شمامسة في الوقت ده الأنبا دوماديوس أسقف الجيزة. فتحت ضغط الإخوة كلهم ما قدرتش إن أنا أواجه التيار، وقلت لهم خلاص نروح نترسم شمامسة من إيدين الأنبا دوماديوس. لكن كان في قلبي شهوة خاصة، لأن من ساعة لما شفت الانبا شنودة وهو بيرفض رسامة الاطفال لان هم معرفوش الرتبة دي، وافتكر ان لما وقفنا علشان الرسامة وكان الانبا دوماديس قاعد بيرشم، ان قبل 5 صنفار من رسامتي لقينا الانبا شنودة بالملابس السوداء داخل الكنيسة وضرب مطانية قدام الهيكل وقبل الانبا دوماديس، والانبا دوماديس مسك المقص وادهوله. فكنت انا ليا بركة ان انا اخد الحاجة اللي كانت في قلبي. شفت قداس البابا لما كان بيجي ينصرف يمشي من الدير، كان طبعا بيدق الاجراس علشان الرهبان تسلم عليه، وفي كل تواضع أبص ألاقيه يضرب مطانية لغاية الأرض وسط الرمال لكل الرهبان وقول لهم صلوا عني، وهم كمان يضربوا له مطانية. سمعت من أبونا شنود البراموسي اللي هو موجود في واشنطن حاليا إن بعد موضوع الخنكة حرق كنيسة الخنكة، ان قداسة البابا قال ان يعني عشان الموضوع ده فلن تراني الشمس اكلا، وان قداسة البابا قعد سنين طويلة ما ياكلش ابدا الا بعد غروب الشمس تذلل وانسحاق عشان ربنا يعين الكنيسة يكون فيها. وكان أبونا شنود البراموسي اللي هو كان اسمه الأخ سلامة وقت ذلك ابتدى مع سيدنا نفس هذا الصيام، وأفتكر إن هو خس جدا اللي يتذكره وهو شماس عند الوقت هو عبارة عن لحم على عظم يعني. كان في بعض احد الاباء المطرنه بيقول له يا سيدنا قوم استريح بقى كفايه، سمعت سيدنا بيرد عليه بيقول له ان استريحت انا يتعب الناس، وان تعبت انا يستريح الناس، يبقى ايه هو المهم؟ راحتي انا وراحت الناس، راحت الناس هي الاهم. فالاب الاسقف او المطران ده ما بقاش يقول له قوم يا سيدنا استريح. شفت قداسة البابا غير متمالك لعواطفه ويبكي مرتين، المرة الأولى في جنازة المتنيح القمص أنطونيوس باقي،
وكان أب جه يخدم في أمريكا، قعد حوالي 40 يوم وتنيح في أزمة قلبية، وبعدين بعت جثمانه الطاهر إلى مصر، وتصلى عليه في الكاتدرائية وتصلى عليه في الزقازيق، وكنت موجود لابس شماس في الوقت ده، وسيدنا البابا قام يقف يوعظ، وقف قدام الميكروفون حوالي دقائق كثيرة وهو غير متمالك لنفسه وكان بيبكي. وأول لما ابتدى العظة قال عتبت الله كثيرا، وابتدى يبكي تاني. شفته برضك بيبكي هنا في نيوجيرسي في البانكويت اللي عملوها ليه قبل ما يسافر على طول عائد إلى القاهرة، ومن حبه وتأثره بشعب المهجر والمحبة اللي شافها فيهم وهو ماشي، في كلماته الوداعية قبل ما يختم الاحتفال برضك ما قدرش يتمالك نفسه وقعد يبكي. اللي حضر البنك ودية يمكن يقدر يفتكر الكلام ده. في سنة 84 لما كان موجود في الدير، فكنت نزلت مصر ورحت زرته، وكنت متوقع ان انا هلاقيه يعني حزين او زعلان، فوجئت فعلا ان لقيته في منتهى الفرح والسلام القلبي. ما كانش هذا الموضوع يشكل حاجة من سلامه الداخلي، بل بالعكس لقيت الدير عامل زي خلية نحل، الشغل فيها يمكن أكتر من مصر. الهدوء والسلام اللي كان الواحد ممكن ياخدها من لما يبص لسيدنا البابا كانت حاجة عجيبة، وهو واحد في الدير له كذا سنة ومبعد عن الكرسي بتاعه. في الرسامة بتاعتي كاهن، بعد الرسامة سيدنا قبلني وشدني من ايدي وقال لي ادخل الى فرح سيدك، ودخلني على الهيكل كده، وكان شدة جامدة. فاعتقد ان هو بيعمل كده في كل الرسامات، لكن دي بتديني ذكرى حلوة كل ما افتكر الشدة بتاعته وهو ماسكني من ايدي يقول لي ادخل الى فرح سيدك الى الهيكل. كل ما افتكر الحكاية دي باخد تعزية وسلام. وبعدين في قصة كده توضح قد ايه محبة سيدنا البابا لأبونا أنطونيوس. فوجئت في أثناء وجودي في الدير ورايح أسلم على سيدنا البابا، فبيقول لي يا أبونا داود أنت عملت لنا مشاكل، عملت لنا مشاكل كتير، فأنا ارتبكت يعني. وبعدين بصيت لقيت بيقول لي الراجل اللي عمره ما بيزعل، اللي عمره ما بيتكلم، يقول لي ان كلام الملوك لا يرد. انا ما كنتش فاهم الحقيقة ايه، لكن قال لي خلي بالك ابونا انطونيس ده ما حدش فينا نقدر نزعله ابدا. ففهمت ان في حاجة يعني كان ابونا انطونيس اتكلم فيها سيدنا، وقال لي ده شيخ وقور ومحب ويتمتع بمحبة الجميع. كفاية كده بقى عشان أبونا يباركنا بذكرياته. رب فضل لكم ربع ساعة اسمعوني استحملوني فيها. أنا كنت عامل ترتيب تسمعوا البابا وهو بيقول صلاة الصلح، يصلي صلاة الصلح وتشوفوا قد إيه الهدوء بتاعه والتقوى بتاعته. فحبة صغيرة كده وبعدين أتكلم الكلام اللي لا أقدر أقوله.
استمرار التعمق في الصلاة والانسجام في الكلمات والهدوء.
يعني سيدنا في صلاة الحياة بيبقى بركة كبيرة للي بيسمع. مش عارف الحقيقة أكلمكم عن حاجات كتير خالص عن سيدنا أحب أكلمكم فيها. أنا فكرت سيدنا البابا شنو ده كان أول في إيه؟ إيه الحاجة اللي محدش عملها قبله في البطاركة؟ فلقيت شوية حاجات كتيرة في الموضوع ده. كان أول بطركة اترسم في الكاتدرائية بتاعت الأمبرويس، وأول بابا من الكليريكية، وأول بابا من الجامعة، من متخرجين من الجامعة، البابا شنودة، أول بابا من خدام مدارس الأحد، وأول بابا استمر يدرس في الكليريكية بعد ما رسم بابا، أول بابا بيقضي أكبر وقت في الدير. كان الأول تقريبا نص الوقت في الدير، دلوقتي يومين في الأسبوع تقريبا. أول بابا معروف في اجتماعات مجالس الكنائس الدولية وبيحضرها، مجلس الكنائس العالمي كان حاضره في جنيف، مجلس كنائس الشرق الأوسط بتعقد دلوقتي في القاهرة. أنا أتذكر إن اليومين دول في اجتماع لمجلس كنائس الشرق الأوسط في دير الأنبا بشوي موضبه لهم. مجلس الكنائس الأفريقي اللي مركزه كينيا كان مجتمع كذا مرة في البطرخانة عنده، ومجلس الكنائس الأمريكي لما كان هنا كان عامل له جلسة خاصة. أول بطرك رسم شمسات منذ حوالي 1500 سنة، قبل كده ما ترسموا الشمسات. وأول بطرك عمل مقر بابوي في الأمبرويس، يذكر له المقر البابوي، مقر كبير مشرف أوي. أول بطرك قبطي ينال دكتورات فخرية من جامعات أمريكا هنا. ويمكن الكنيسة من حوالي 1500 سنة ما شافتش بطرك زيه. أول بطرك يرسم 50 أسقف، العدد ده ما اتقالش قبل كده، وحوالي 200 كاهن. وأول بطرك يزور بلاد أوروبية كتيرة، فزار إنجلترا وروسيا ورومانيا وإيطاليا وسويسرا والنمسا، وكما زار بلاد آسيوية اللي هي سوريا ولبنان، وزار البلاد الأمريكية. زار في أمريكا 40 مدينة، مع أنهم 40 يوم بس، لكن قدر يزور 40 مدينة، وألقى حوالي 60 خطاب في الـ40 مدينة دول في الـ40 يوم. وفي أفريقيا أيضا زار السودان وإثيوبيا وكينيا وزائير وليبيا، عقد أول مرة في تاريخ الكنيسة نسمع عن هذه الأمور. وأول بطرك عمل أسقفية لفرنسا، كناش بنحلم أبدا أن يكون عندنا أسقفية في فرنسا. وأول بطرك ينشئ كنائس كثيرة في أوروبا، كان الأول في كنيسة إنجلترا بس، دلوقتي في حوالي 15 كنيسة في أوروبا. وأول بطرك يعيد موضوع كنائس الخمس مدن الغربية، صحيح دلوقتي فيها شوية كلام، لكن صلينا في ليبيا في سكنيستين، وصلينا في الجزائر أول مرة منذ مئات السنين. أول بطرك صحفي، ما تاريخ البطاركة ما جابش عن واحد محترم في الوسط الصحفي أبدا زيه. أول بطرك بيعز بانتظام في الكاتدرائية كل يوم جمعة، دي برضو ما حصلتش أبدا. وكانوا سألوه لما في رسامة البطريركية، قالوا له دلوقتي لما هتكون بابا مش هتفضلنا بقى تعملنا اجتماع الجمعة وتعلمنا، قال لهم هي شغلة البابا إيه غير التعليم؟ ده أنا لازم بعد ما أعمل بابا أعلمكم أكتر. وأول بطرك يؤلف كتب كثيرة نافعة للكنيسة حول اللاهوتيات والروحيات، ففي حوالي 20 حاجة دلوقتي قلتها لكم دلوقتي عن بابا شنودة إزاي كان أول في هذه الأمور. وسمعتم في الشريط اللي كنا بنعمله امبارح في العشية إنه كان الأول في أول دفعة من القسم الليلي بتاع الكليريكية. البابا شنودة تولد في مديرية أسيوط في صوم العدرة سنة 23، يعني دلوقتي سنه حوالي 64 سنة، ربنا يعطيه أيام طويلة. ولما ولد ماتت والدته بعد موته، بعد ما ولده على طول، وله كده قصيدة من القصائد يعني المؤثرة جدا، بيقول هل أنا تولدت من غير أم أو بأم، وبعدين حولها إلى المعنى الروحي إزاي أن الواحد الله هو أبوه وأمه وكل حاجة له في حياته. وظل متقدم في دراسته، درس
كان تملي بيطلع في الأوائل في الدراسة بتاعته، ودرس كلية الآداب، وتخرج من قسم الاجتماع في قسم التاريخ في كلية الآداب، خصوصا درس أكثر في التاريخ الإسلامي. عشان كده لما كان بيتكلم قدام أنور السادات في موضوع افتتاح مستشفى مال مرقص، كنت أنا موجود في هذا الاجتماع، وبعدين بنسأل بابا نقول له أنت قلت معلومات كتير خالص ما كانش حد عارفها، حتى أنور السادات لما سمعه قال له برافو برافو، بعد ما خلص الوحيد اللي قال له برافو في المتكلمين. فقال لنا إنه أنا أصلا متخصص في تاريخ الإسلام، في التاريخ الإسلامي أو تاريخ الجماعة المسلمين. وقال لي قبلها إنه قبل الاجتماع ده بأسبوع بعت اشترى كتب كثيرة جدا، كان معرض الكتاب موجود ساعتها، اشترى كتب بيقول بحوالي 4000 جنيه، وقعد يقرأ في هذه الكتب عشان يستطيع إن هو ما فيش حد يقول له كلمة تضايقه أو تغلطه في هذا الموضوع. وكل موضوع كان بيدرسه الحقيقة كان بيدرسه بتعمق شديد. أنا جربت الحاجة دي فيه لما كنا في المجلس الملي العام، أي موضوع كنا ندرسه نبص الدراسة بتاعته شاملة جدا. تسمعته امبارح من الأستاذ مجدي مخيل عن حاجة عن هذا الموضوع. الحقيقة الأستاذ مجدي كان ساكن بينه وبينه بلوك واحد في شارع اسمه حسن باشا حلم هناك، فبيقول لك بيقول قال لنا امبارح انه كان في محاضره عن التشريح بالدكتور الشفيع عبد الملك، هو استاذ التشريح في جامعه عين شمس ساعتها، كان بيلقيها. ففي وسط المحاضره دخل البابا عليهم، فالراجل سكت الدكتور شفيع وقال للبابا اتفضل. فبيقول ان البابا كمل المحاضره بتاع الدكتور شفيع في التشريح، كمل المحاضره في التشريح، بحيث ان بعد ما خلصها بيقول لك الدكتور شفيع عبد الملك قام وقعد يسقف تسقيف متواصل، وقال الحقيقه ان البابا وفى الموضوع ده باحسن ما كنت هعمله. فهو الحقيقه يعني موهبه ربنا مداله، انه لما بيدرس موضوع بيدرسه بتعمق شديد وما بينساهوش. ف عنده ماجستير في الاثار، خد ماجستير في الاثار، و طبعا تخرج من الكليريكية المسائية وتعين مدرس فيها. من جهة خدمته كان زي ما سمعنا ونمونا دلوقتي، كان مدرس الأحد الأب أنطونيوس. صحيح هو يمكن أبونا بيقول أنه لما راح الدير ما كانش أبونا يعني واخد باله من الموضوع ده، لكن أنا أتذكر في هذا الوقت، يمكن أنا قلت لكم الموضوع ده قبل كده، أنه كان يميل فعلا جدا لانه يروح الاديوره، كنا نروح مع بعض كتير في هذه الاديوره مع مجموعه من الخدام. وبعدين كنت انا لما كان شغلي في سكر حديد كنت في بعثه في فرنسا، وكان ولادي في مصر بيرسلوني من كنيسه المنطلوس. فمره لقيت واحد بعت لي جواب بيقول لي، كان في شهر اظن مارس او سنه 54، بيقول لي انت دلوقتي انت كل ما كنا بنقول لك انك ترسم اسيس تقول محدش يرضى يرسمني، مفيش اسقف يرضى يرسمني، انا تعبان مش عارف كلام زي كده. دلوقتي نظير جيد راح الدير وهيبقى اسقف وهيرسمك. صوروا الكلام ده من ساعه ما دخل الدير، واللي حصل حقيقه ده اللي حصل معايا، ان البابا شنوده لما جه فناداه لي عشان يديني هذه المسؤوليه. كان بيخدم في الكنيسة، طبعا ده موضوع كبير الخدمة بتاعته، وكان بيخدم في بيت مدارس الأحد. بيت مدارس الأحد ده بيت للأيتام كبير جدا، أدخل فيه حاجات جميلة جدا في المبادئ اللي كانت موجودة، وكان له عدة خدمات. كان يطلع من كنيسة لكنيسة الجمعية، وكنا نحاول ننصح إن هو يعني يحاول يقلل شوية عشان صحته، فما كانش بيعتبر إن دي حاجة تتعب الصحة بتاعته. علاوة على انه كان رئيس مجلة مدارس الأحد. مجلة مدارس الأحد في عصر من العصور كانت من المجلات الهامة جدا في الطائفة القبطية. فكان الأستاذ بقى كان اسمه نظير جيد، كان هو اللي ماسك هذه المجلة، وكان هو رئيس بيت مدارس الأحد اللي قلت لكم عليه دلوقتي. وكان له نظريات معينة كان معظم أعضاء مجلس الإدارة ما يوافقوش عليها، فكان ساعات يحكي لي يقول لي مع ان انا رئيس البيت وهم اعضاء
لكن انا العضو الوحيد هم الرؤساء بتوعي، كل واحد عاوز يعمل رئاسه عليا وانا بقول له حاضر امشي لك اللي انت عايزه. رسم اسقف للتعليم بيد قداسه البابا الانبا كيرلس سنه 62، وبعدين في سنه 71 القرعه الهيكليه بين ثلاثه، كان من متنيح الانبا صمويل والانبا المساوس دلوقتي اللي هو اسقف عام والبابا شنوده الاسقف الانبا شنوده. طلعت القرعه ان البابا شنوده الانبا شنوده هو اللي يكون بابا، فرسم في 14 نوفمبر سنة 71. وعلمنا كتير خالص في ناحية الرسامة دي، الواحد يعني بيحتار لما بيشوف ايه الحاجات اللي يقدر يتكلم عنها، لكن هنكلمكم باختصار عن زاوية صغيرة عن رساماته الكهنوتية، رسامات الكهنوتية بتاعت البابا شنودة. البابا شنودة احدث نظريات جديدة او اتجاهات جديدة في الرسامات الكنسية بتاعته. اولا ابتدى يقسم الإبرشيات إلى مجموعات صغيرة عشان إحكام الرعاية، فالنائب أول إبرشية كانت الزقازيق، إبرشية الزقازيق كان فيها الزقازيق والبلاد اللي حولها، وكانت تبعها الإسماعيلية والسويس وبورسعيد. فأول ما الأسقف بتاع الزقازيق تنيح قدس البابا قسمها إلى 5 أسقفيات، الأسقفية الواحدة، عشان الأسقف يبقى له مجموعة محدودة يقدر يواليها، وفعلا النشاط بيزيد كل مكان المسؤولية مسؤولية محددة. في المنيا مثلا كان إبرشية المنيا لما تنيح مطرانها قسمها إلى 3 إبرشيات، أبو أرقاص والمنيا وملاوي. أبو تيك لما تنيح المطران أبو مرقص قسمها برضو لابوتيج وطمة وطهطة، وفي كل من دول أسقف نشيط جدا بيعمل عمل كبير، والأسقف بينهم وبين بعض في تنافس على الخدمة الأحسن. كان زمان الغربية والبحيرة مع بعض إبرشية واحدة مطرانها في طنطا، فقسمها إلى إبرشية الغربية ورسم المتنيح الأنبا يؤنس عليها في طنطا، وإبرشية البحيرة وكفر وكانت ساعتها كفر الشيخ معاها وإداها للأنبا بخوميس. وكذلك في المنصورة أيضا كان المنصورة تبعها دمياط، فأخذت حتى من دمياط مع كفر الشيخ وتعامل إبرشية جديدة. الأقصر كانت الأقصر وأسوان، عمل الأقصر لوحديها وأسوان لوحديها. جرجة كان مطرانها تبعه نجا حمادي، مع أنه فيه في الوسط البليانة، فقدس البابا قسمها إلى إبرشيتين، وكانت النتيجة أن دلوقتي عندنا إبرشيات نشيطة جدا أسقفتها من الأسقفة اللي بركز في رسامتهم على حاجتين مهمين، أن يكونوا من الشباب، يعني يكون سنهم ما يكونش كبير أو عواجيز زي كده ما عرفوش يتحركوا ويعرفوش ياخدوا اعترافات زي الناس ما بيشتكوا مني، ومن ناحية تانية أنهم يكونوا متعمقين في النعمة، ومن ناحية تالتة يكونوا متعلمين تعليم كويس عشان يكونوا يقدروا يتجاوبوا مع الجو الموجود حواليها. أيضا استحدث قداسة البابا إبرشيات جديدة، يعني أسقفية أفريقيا ما كانتش موجودة زمان، ورسم لها الأنبا أنطونيوس ماركوس، إبرشية فرنسا، وليبيا أضافها للبحيرة عشان ياخد باله منها على أساس إنه في المستقبل كان هيرسم لها أسقف. وفي الفكرة لقداسة البابا أن يكون في أسقفة في أمريكا، لكن هي الموضوع يظهر طول شوي. كما استحدث أيضا موضوع مساعدين أسقفة، لما يكون إبرشية كبيرة فيها عمل كبير جعل لها مساعد أسقف، فمثلا إبرشية دمياط أنبا بشوي كان مساعد أسقف أنبا بولا، إبرشية الإسماعيلية الأنبا أغاص والمساعده الأنبا بطرس، إبرشية المنيا الأنبا أرسانيوس له مساعد أيضا الأنبا كرولوس، بني سويف رسم له 2 مساعدين الأنبا موسى والأنبا متاوس، وبهذه الطريقة أعطى للخدمة قوة ودفعة كبيرة. سياسة الأسقفة العامين على أيام قداسة البابا كرولوس كان في 2 أسقف عام اللي هو الأنبا غريغوريوس أو 3، الأنبا غريغوريوس والأنبا شنودة والأنبا صموئيل، كل واحد منهم له اختصاص. قداسة البابا
زود حاجة في دي أن يكون فيه أساقفة مساعدين لقداسة البابا في عمله. مثلا القاهرة مليانة كنائس كثيرة جدا وعاوز يركز، فعمل أسقف مثلا لمصر القديمة الأنبا متاوس أنه يختص بهذا الموضوع، أسقف خاص بالشباب زي الأنبا موسى أسقف الشباب، وهكذا جعل فيه تخصصات معينة عشان تقدر الخدمة تكون خدمة نفع. فعندنا دلوقتي في حاجة اسمها أسقف عامين 8 موجودين حاليا، وغير أسقفة الأديرة عندنا 7 أسقفة الأديرة في الوقت الحالي. وكان زمان قبل البابا كرولوس كمان كان عادة الأسقفة بتسمو مطرنا على أساس طول المدة أو حاجة زي دي، لكن قداسة البابا وضع يعني نظام أن المطران عبارة عن رئيس أسقفة، فلما يكون في أبرشية كبيرة ممكن أن الأسقف يبقى مطران بس يتعين معاه مساعدين للأسقف. فقداسة البابا رسم حوالي 50 أسقف ورسم 200 كاهن في القاهرة والإسكندرية، وأصبح عدد الأبرشيات عندنا حاليا 41 أبرشية غير الثمن أسقف العامين غير الأسقف المساعدين غير الأسقفة الأديرة. فالمجمع المقدس عندنا دلوقتي لما بيجتمع بيكون عدد أعضائه لأول مرة منذ يمكن 1500 سنة 62 عضو. المجمع المقدس الكنيسة القبطية اللي هو أعلى سلطة في الكنيسة. ولما في نقطة برضو صغيرة كويس نقول لكم عنها، تسمية الناس اللي بترسموا قداسة البابا له مش نظرية، له فكرة كويسة أو له مناسبات كويسة في تسمية اللي بيترسمه. بيسمي حسب الموقع أو حسب الخدمة أو حسب الخدمة القديمة بتاعت الكاهن. فبالنسبة للأسقفة لما بيرسم حد حتة بعيدة عن مصر بيعتبره زي كأنه مرقس الرسول راح للحتة دي، مرقس اللي جاي بشرنا. ففرنسا الأسقف بتاعها سماه الأنبا مرقس ومساعده الأنبا سناسيوس، وفي أفريقيا الأسقف بتاعها حب ياخد اسم أنطونيوس سماه أنطونيوس مرقس، لازم مرقس برضه يكون موجود في الموضوع. في أسوان لما رسم أسقف جديد لأن الأسوان مشهورة بدير الأنبا هيدرا فسمى الأسقف الأنبا هيدرا، طمة مشهورة كنيسة الأنبا فام هناك فسمى الأسقف الأنبا فام، الفيوم مشهورة بقداسة أبونا الأنبا أفرام فعادة الأسقف بتاع الفيوم بيسمى الأنبا أفرام. وأصبح عندنا دلوقتي في اسكندرية حوالي 40 كنيسة و100 كاهن. أنا أتذكر من حوالي كام 30 سنة أو حاجة زي كده الاسكندرية ما كانش فيها كلها يمكن 10 كنائس أو 12 كنيسة. فبتشجيع قداسة البابا وبجهاد كهنة كثيرين أهمهم أبونا بشوي كامل الله ينيح نفسه، زادت الكنائس زيادة كبيرة إلى أن بلغت حوالي 40 كنيسة عليها 100 كاهن دلوقتي. الناس اللي من اسكندرية من زمان يستغربوا لهذه النتيجة. مصر دلوقتي فيها حوالي 100 كنيسة و10 عليها 250 كاهن. المهجر بقى في أمريكا، هنا عندنا دلوقتي 40 كنيسة أمريكا وكندا، كانوا كام من حوالي 20 سنة الناس اللي هاجروا هنا من 20 سنة كانوا بيدوروا على كنائس فما يلاقوا بالعافية. دلوقتي كان أبونا مرقس في كندا يقعد يلف في كل أمريكا عشان يصلي فيها، وأبونا اللي في تورنتو أبونا اللي في ماساتشوستس أبونا رفائيل كان أيضا بيصلي في كنائس كثيرة. لكن دلوقتي في 40 كنيسة، في 8 في كندا و32 في أمريكا غير الكنائس اللي عايزة أسس. أستراليا بعد ما كان فيها كنيسة واحدة في سيدني دلوقتي فيها 9. أوروبا بعد ما كان في كنيسة واحدة دلوقتي في 15 كنيسة في أوروبا، كان في ألمانيا في النمسا في روما في نفس إيطاليا عند الفاتيكان، في اليونان اللي هي كنيسة أرثوذكسية هناك عندنا برضو كنيسة هناك. تدينا فكرة دي عن إن في نشاط كبير في الرعاية في هذا الموضوع والموالاة. دي حاجة من الحاجات اللي احنا بنذكرها عن بابا شنودة علاوة على حاجات تانية وعلى عنايته بالأديورة، يعني يطول بنا الوقت في هذا. فإذا كنا احنا دلوقتي بنعيد بتذكار رسامته فبنعيد بعهد مزدهر لكنيستنا القبطية، بنستعيد به أمجاد قديمة
جميلة جدا، عهد أثناسيوس وعهد كيرلس عمود الدين وعهد الناس اللي كانوا منارة لكل العالم. ففي كل مكان عندما تذهب تسمع عن البابا كيرلس، عن البابا شنودة أيضا، بابا شنودة تسمع عنه في كل وقت بالخير. ناس كثيرة جدا ساعات أقابلهم في أمريكا هنا وأكلم معهم ومسألوني أنت أرثوذكسي؟ أقول لهم آه. طيب لازم من اليونان؟ أقول لهم إحنا زي اليونان تقريبا، إحنا المصريين. يقول لهم الكوبتيك تشيرش؟ أقول له مش عارفك بكوبتيك دي، أنا بحسب كوبتيك دي ما حدش يعرف أغلبنا. يقول لي أنت من كوبتيك تشيرش؟ الشيرش اللي فيها البابا شنودة، كمان البابا شنودة معروف في هذه الأمور، الأمور اللي ترفع نفسيتنا باستمرار وتجعلنا إن إحنا نصلي لله أن يديم لنا حياة وسنين طويلة وأزمنة عديدة. ربنا يجعل سلام في الكنيسة على يد قداسة البابا، ويعطينا بركة ورحمة بصلواته وشفاعته، لإلهنا المجد الدائم للأبد أمين. تفضلوا الصلاة. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا ربنا يسوع المسيح في ظلال محبتك نعيش، نتذكر رحمتك علينا ومحبتك الواسعة علينا، ونتضرع إليك أن تكون معنا ولا تنسانا بل تعيننا عن أخلاص نفوسنا. يا رب اذكر يا سيدي رئيس كهنتنا البابا الأنبا شنودة بالخير والبركة، واعطيه يا رب دايما كما أعطيته مواهب كثيرة للرعاية وللعناية بشعبك وبكنيستك. ديم عليه يا رب هذه الرعاية سنين كثيرة وأزمنة سالمة طويلة. ونحن أيضا يا رب شعبك نتضرع إليك، نترجى رضاك علينا ورحمتك وبركتك، وأن نسير في هذا الطريق بأمانة إلى نفس الأخير. ارحمنا يا رب كعظيم رحمتك وقدسنا، واستجبنا عندما ندعو قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمه، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا وخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس فلتكن مع جميعكم، فامضوا بسلام. سلام الله مع جميعكم.